فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى ابن بطة في باب زيادة الإيمان والنقصان وما دل على الفاضل فيه والمفضول. شوف شوف الشيخ صالح بفطنته يقول: هؤلاء القوم لا يتبعهم لا يتبعهم. الله يرضى عنك الشيخ صالح، الله يصلح بك الأمة يا رب، الله ينشر خير. قال: أبشر فلا يتبعهم إلا رقيق الدين مفتون. أهو رب العزة، أقسم بالله لا ترى خلفهم إلا الأغبياء والمتطلعون. طبعا ترى وراء ترى يتبعهم المتطلعون لأشياء مرادة الله أعلم بها كنفس أو غيرها، الله أعلم. طيب الفوائد المستنبطة: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. البحث عن 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 أهل السنة لابد أن تغربل الدنيا بأسرها حتى تبحث عن أهل السنة. ومن وفق أهل السنة فقد وفق. أن تحمد الله أن يجعل الله عالما يبرهن لك ويبين لك ويفضح عقائد أهل البدعة الخفية. روى مصنف ابن بطة عن أبي الدرداء قال أنه كان يقول: الإيمان يزداد وينقص. وعن أبي هريرة كان يقول: الإيمان يزيد وينقص. وهذه كلها بأسانيد فيها أسانيد صحيحة وأسانيد ضعيفة أيضا، لكن كما قلت قد يتسامح في أسانيد الصحابة لكن أكثرها صحيح. يا ابن الحلال خلينا نتكلم معك بصدق مجد كامل. الآن أنت بتقول بأننا أخرج سند ما فيهوش أشعرة وما فيهوش صوفية. طب أنا هجيب لك سند كله أشعرة وكله صوفية، ما الذي يفيدك في ذلك؟ هل هذا سينزع عنهم أنهم من أهل البدعة؟ هل سينزع عنهم ذلك؟ طيب هم رأوا لهم، ليه ما رأوا لهم؟ لشرف الأمة في مسألة الإسناد. وأيضا وسموهم هم يرون عنهم أنه صوفي، أنه قبوري، أنه رافضي، أنه شيعي، ويبينون يعني غلظ البدعة وتخفيف البدعة. ما الذي يفيدك بقى في ذلك؟ الله يرضى عنك شيخ صالح، هذا فضلك، الله ينفع بك الأمة الإسلامية. شيخ صالح يقول: هم فعلوا حسنا لكنهم لا يجرون عليها، وأنهم كانوا سببا في أن نسمع فضلاتكم هذا العلم الغد. الله أكبر، الله أكبر، الله يجعلها نعمة ثابتة يا رب العالمين، ويجعلنا غصة في حلوق هؤلاء المبتدع الضالة الذين يضللون على الناس أمر الدين. نعم، شوف معتز كيف يقول: الذي تأثر علميا ومنهجيا يعلم الخلل في عقائدهم وفي عقولهم ولا تبعهم إلا إمعة اغتر بهذه الشطحات. ليس إمعة فقط، ده حمار يجر جرا إلى الإسطبل، حمار يجر جرا إلى الإسطبل. أشرف رضي الله عنك أشرف. آيات الرحمن تغيبت كثيرا، آيات الرحمن لما وأختك عائشة هذه يعني ده لابد من قتلها، هذه انقطعت مش تغيبت، انقطعت يا آيات الرحمن. لابد أن ترى، لابد أن تسأليها ما الذي عندها. يعني نحن ما نريد أحد يسقط منا ويكون من أهل السنة. أين هي؟ وروى مصنف في سندي عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص. وعن ابن عباس وأبي هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص. وأيضا في رواية قال عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل: ومن زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادة، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصان. وعن ابن مسعود يقول في دعاء اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وفي قوله تعالى: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال سعيد بن جبير: ليزداد ايماني. وكانوا يقولون ياخذ الرجل كما عمر بن الخطاب كان ياخذ بيد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ويقول: نزدد، تعالوا نزدد ايمانا. يجلسون يتكلمون عن الاحاديث والسنه، وهذا كله فيه ذلك. تكسر لها التليفون، حتى لو تكسر التليفون لما تتغيب؟ لما؟ أمين هاجر يا رب، أمين هذا يا رب يا رب يا رب أمين. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نزداد إيمانا. وعن جندب نعم اسناد صحيح: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة فنتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا. وعن عبد الرحمن المهدي يقول: أنا أقول إن الإيمان يتفاضل، كان أوزاعي يقول: ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك.
اللهم اجعلنا متمسكين بالسنة والعمل بها يا أرحم الراحمين. أنا أعمل إيه يا شيخ؟ في إيه محبة النبي؟ ما أدري، أنا ما قرأت قبل ذلك. تنتظرون بعد ما ننتهي؟ الله أكبر، بيقولون التمسح بالقبور 30,000 تعليق معظمها على يأبى إلا التوحيد. الله أكبر الله أكبر. وسنبين لهم هذا الضلال، سنبينه في 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 محاضرة كاملة. سأخذ مسائل ثلاثة تقتلهم بإذن الله تعالى: مسألة الراجح والمرجوح عشان تمرير الخلاف بين العقائد، وأن العقائد ليس فيها اختلاف، والكلام على أسباب الشرك التي يشيعونها بين الناس. بإذن الله هذه ستقتلهم. قلت لكم معهم في الساحة إلى آخر نفس، حتى أموت وينتهي أمري بيني وبين ربي وينتهي المسألة. وإذا قبلت ربي عتبني ربي على المعاصي، سأقول بيني وبينك يا رب العالمين وأنت الذي تحاسبني. أما البشر لا يسوون شيئا ولا يملكون شيئا، وأما ما أفعله فهو نصر دين الله ونشر التوحيد. وهذه مهمتي إلى انتهاء أنفاسي، إلى انتهاء أنفاسي. وموتوا بغيظكم واجمعوا كيدكم، مع إني لا أعادي ولا أخاصم، وأريد لكم السداد والثبات والرشاد، وأريد لم الشمل، وأريد أن نكون تحت راية السنة جميعا، والسنة تجمع والبدعة تفرق. وعن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص. وفي قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال اسمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال، من الجبال الرواسي. سنرجي كتاب صحيح البخاري من الإكراه إن شاء الله يكون بعد الظهر. يقول: نصحناهم بعدم التوسل فزادوا كأنهم يغيظوننا، مساكين يهلكون أنفسهم ولا يدرون. قال شيخه: في هذا الحديث ما يدل العقلاء على تفاضل الإيمان وزيادته ودرجاته في قلوب المؤمنين دون آخرين، وذلك أن الله عز وجل لما علم تمكن الإيمان من قلوب قوم اختصهم بزيادة عليه ما فعلوه، ثم استثنى المفضلين بالإيمان فقال: إلا قليل منهم، كما استثنى القليل من أصحاب طالوت فشربوا منهم إلا قليلا منهم. فعند ذلك قال النبي: إن الإيمان أثبت في صدور الرجال من الجبال الرواسي، عن ذلك القليل الذين استثناهم الله عز وجل بزيادة الإيمان ودرجة عليهم. وروى الطبراني في التفسير: الغرض المقصود أن الله جعل ربط على قلوبهم، وأن الله جعل فعلا جعل الإيمان يزداد ثم يزداد. فحقيقة الأمر أن الإيمان يزداد، نعم يزداد بالطاعات وينقص به المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نكتة فيه نكتة بيضاء، وقال في المعصية: نكتة فيه نكتة سوداء. ولكن كلما استغفر عاد أبيض يعني ممتلئا، وكلما يعني ترك الأمر عليه فإنه كان أي نعم. شوف 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 الحكمة التي قالتها صفية عيدة. عيدة أنت غزال صح، أنا على موضعة الغزال، لكن لقاء غريب: اضربهم بالدليل فهم ضعاف سيموتون. هذا الصحيح ورب العزة، لا يستطيعون ويبغضون الكلام على الدليل. بعت لي أخ قال لي: حضرتك العلامة الفلان فلاني تحت أمرك، اتفضل. قال: أنت تثبت له يد؟ قال لي: نعم. قال: ما معنى يد؟ فبينت له وقلت له: أنا أفسر حتى باللازم بعد إثبات اليد، وأنت ما معنى يد عندك؟ قال لي: أنا مفوض ما ليس فيه. فقلت له: الآن أنت تكذب بكتاب الله؟ يعني الله نزل كتابا لا يفقه القارئ، وأن النبي لم يبين عن الله جل وعلا؟ قال لي: أستأذنك، أعتذر وأستأذنك، وفر هاربا، فر هاربا. لذلك أقول إخوتي الكرام: أحمد الله على السنة، أن الله جل في علاه يرزقك برجل راسخ في السنة. وزيادة الإيمان كما قلنا، هذه مجالس العلم هي أعظم ما يكون يعني تقدما وعلوا في سهم الإيمان، أعظم ما يكون سهما علوا في الإيمان مجالس العلم. فلذلك كان عمر يقول: هيا بنا نجلس نؤمن ساعة. ومعاذ يقول: نزدد ايمانا. وكان دائما ابن مسعود يقول: اللهم زدني علما وزدنا علما وزدنا ايمانا ويقينا وزدنا ايمانا ويقينا. وهذه كلها تصريحات في ان الايمان يزيد نعم بالطاعات وينقص به المعاصي، ما رايت من نقصات عقل ودين. هذا الرجل حازم من كنا. قال: قلنا: ما نقص العقل والدين؟ قال: اليست اذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟
الأمر عظيم في هذا الباب. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بذكر الله، يزيد بالصدقات، يزيد بمحبة الخير للمؤمنين والمؤمنات، وكلما أضمر المرء الخير في قلبه كلما زاد. لكن الذي يستمع للسوء ويميل للسوء وأذنه باعها، هذا خبيث النفس أيضا، يتطلع لنواقص الناس فيستمع، ومنهم من أصالة تراه يجر الناس للقول في الناس أيضا، يجره ويقول أنا أريد بس شيء في يدي، يجر الناس إلى أن يتكلموا في الناس وهو نفسه عورة. هذا ما يجوز بحال من الأحوال، هذا نقص في الإيمان في قلبي أصالة، ليس نبيلا بل هو خسيس النفس خبيث، يتطلب عورات الناس. نهيك بقى على الذي يفشي العداوة بين المؤمنين وبين أيضا طواف المسلمين، لا يريد اجتماعا لهم، فهو في طارة ينشئ عداوة بين هؤلاء وبين هؤلاء، وطارة يفشي يعني أمرا يجعل هؤلاء ينتقصون من هؤلاء، فتزداد العداوة من باب هتلر وغير هتلر. فرق تسد، وهذا الذي كانوا يفعلونه. لكن القلوب التي اجتمعت على السنة لا تفرق، والقلوب التي أخلصت لصاحب المنة فإنها لا يمكن أن تفترق، يمكن أن تنزوي، تحزن، تتألم، ثم بذلك ترجع تلتحم بقوة. وموتوا بغيظكم، مهما أردتم التفريق فالمخلص لا يلتفت، مهما أردتم التفريق فالمخلص لا يلتفت، وسيعود ويؤوب ويبقى متماسكا مع أخوته، رافع رأس السنة قامعا للبدعة. فموتوا بغيظكم، والبدعة ستندثر وستنتحر، وكل مبتدع ضال، فإن الله جل في علاه سيستدرجه ليهوي في هوة سحيقة لا يخرج منه. والله يقيني في الله أشد من يقيني في الجبال أو مما أرى أمامي، حتى مما أرى التعليقات التي والله وبالله وتالله يقيني في الله أقوى من يقيني في أن أقرأ المجد كامل الذي يخرف فيما يقول في هذا الباب ولا يريد أن يفهم الحق من الباطل، غفر الله له. فأقول هذا يقين، والله جل في علاه لن يبقي لأهل البدعة شيئا، لأن الدين يقوم على أنقاض البدعة، فالبدعة تهدم السنن، والسنن تستيقظ مع علو البدعة لتهدمها. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هو ماذا يقول؟ يقول خلت القرون. يا ابن انت جاهل، انت جاهلك جاهل مركب. ما خلت القرون، بل القرون كلها من اهل السنه، ولا كل الاسانيد اهل بدعه وصوفيه ورافضه وشيعه؟ كلهم اهل سنه، وفيهم من الشيعه من تقينا، من الصوفيه من تقينا، من الاشاعره من تقينا، من انهم من الصادقين، من العابدين، من المتقنين، كالبيهقي، كالحليمي، كابي بكر البقلاني، لفيهم ما فيهم من البدعه، وفيهم من الصدق وحب السنة والعمل للسنة. فتعلم أخي الكريم، نحن نهدئ معك لتتعلم، فتعلم لعل الله تعالى يجعلك من أهل السنة وثابتا على السنة، وإلا فأنت في خطر عظيم. نعم، طوق النجاة في العلماء، الله جعلنا من الراسخين جميعا يا رب العالمين. الله جعلنا كجنة، حفظك ربي، أحسن الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية. نعم، ما تتوالي الغياب تضييع، فكونوا على الأقل رأس نصرة للدين، لا تتوانوا، لا تتأخروا، لا تغيبوا، وانشروا ذلك بين جميع الأصقاع، وإن الله سيمكن لكم. والله لو علم الله من قلوبكم الصدق لا يمكنن لكم في قلوب العباد وفي الحجر والشجر والحيوانات وكل شيء مخلوق يناهض للتوحيد سيكون معكم. الفاظ المستنبطة: الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة، حسن الإيمان بحسن التعلم، من جل الله الإيمان في قلبه فإنه لا يخسره بعد ذلك، لا يخسره بعد ذلك إلا من حاد عن طريق الله ومكن البدعة في قلبه. الآن إن شاء الله بعد الظهر بساعة أو بساعة ونصف نأخذ صحيح البخاري رضي الله عنكم: من تعلم على الراسخ فاز وحاز، ومن تعلم على المبتدع لا يخرج إلا معوجا. رضي الله يرضى عنك حبيبي أيها الجزائري الفاضل صاحب الشهامة والمروءة. من لم يشكر النعمة تزول. نعم والله، هذه المجالس نعمة، فعضوا عليها بنواجس. أي خروج التبليغ فيهم بدعة وفيهم أخلاقات طيبة، يا رب يتعلموا. أمشي عشان الصلاة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله. كونوا شرارة حق تثبيتا للسنة، وانشروها بين الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا.
فذا فق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.